عجقة كتير وبعض الفوضى مثل ما هي ما تحسنت. الله يستر. بياع الخضرة بلزت صليح الدوليب وبعض صيدلية وعزاوي مطعم وإراجيل كمان. خبروني الكبار عن بيروت القديمة، قالوا بالبرج كان في كل شيء، بيعين العصير بالصيف، السحلب بالحليب والكستنة بالشتاء، بيعين الكعك بزعتر والفستق السودان السخن، سوق السمك، سوق الذهب، سوق لوئية والسينمايات. أصوات التاكسيات بتصرخ صيدا، سور، بحمدون، طرابلس. شو بيخطر ببالك بتلاقيه بالبرج؟ كله بدخن. بعد ما شفت حدا بسيارته إلا وعم بدخن. كمان تزمير؟ وين بدي روح؟ ما حوالي كله سيارات، شو بطير؟ ما كان أحسن أجيب تاكسي وأترك همي لغيري لو مش ضروري هالمشوار. كيف قبلوا كلهم؟ إنه أنا مسافر بس هني هون، كيف قبلوا؟ ما هو من لحمنا ودمنا. حلو الواحد يبقى ببلده ويكبر ببلده، بس ببيروت القديم حلو ومر. معقول يكون هون ولا غلط بالطريق؟ لا مبلا، الله يستر. رياض الصلح، جميل الرواس، فؤاد شهاب، حسين العويني، 1948-1952، شو قديم، تاريخ بقلب تاريخ، ناس من التاريخ عم بيحضنوا جدودنا، شعرية كتير، بس بيكون المحل مهتري وتعبان. اف اكلها منيح بالحرب، تكسر وعمروه ورجع تكسر رجعوا عمروه. هالقد ضروري هالدار؟ هالقد مهم انه يبقى ويستمر؟ ليش ضلوا الناس يتبرعوا ويحطوا مصريات وانت يعمروا هالمحل؟ نشاطات، رحلات، مسرح، حتى بيجوا الفنانين تيزورون. اكيد ما في شي منه على الارض. مثل ما كان يقول جدي، من برا رخام ومن جوا سخام. شو بيشبه جدي؟ معقول ما يعرفني؟ ما يحكيني؟ معقول انا ما اعرفه؟ شو بيكون صاير فيه؟ صباح الخير. أحلى. حضرتك باسم؟ نعم، تفضل معي. عفوا بدي اسالك، ليش مكتوب بالكتاب مستشفى دار العجزة الإسلامية؟ لأنه نحن عن جد مستشفى. نحن بنعطي خدمات صحية وعلاجية، كمان رعاية المسلمين والعجزة، إن كان النواحي العقلية والنفسية أو العصبية والجسدية أو الإعاقات. يعني العالم بس بيفكروا إنه نحن مأوى للختيرة، بالواقع نحن دار للعاجز للي ما بيقدر يخدم حاله. طب هول الناس شو؟ إنه في ولاد ونسوان كلهم زوار؟ لا، هول مرضى المستشفى. في عنا عيادات خارجية بيستفيد منها حوالي 8000 شخص بالسنة. في عنا هون تصوير أشعة، تصوير صوتي، وتخطيط قلب، وتخطيط دماغ.
عنا عيادات أمراض نفسية، أمراض صدرية، عنا عيادة العيون، عيادة الأسنان، عيادة أمراض نسائية، وهون عنا المختبرات. وهي الصيدلية المركزية بتقدم خدمات لكل المرضى الموجودين. ما شاء الله، كل الخدمات كيف تلحقوا؟ في عنا تقريبا حوالي 25 طبيب متخصص متعاقد معنا، وحاليا في 6 أطباء عم يتخصصوا بالطب النفسي والعقلي. في هون كمان حوالي 175 ممرض وممرضى ليأمنوا الخدمات المطلوبة. عفوا، شو في هون؟ هون عنا المسجد، وهون القاعة، قاعة المحاضرات واحتفالات، نفس الوقت هي مكتبة، مكتبة متخصصة بيستفيدوا منها الطلاب والباحثين لإغناء أبحاثهم وتخصصاتهم العلمية، وبنفس الوقت هن بيستفيدوا ونحن بنستفيد كمان. مرحبا حكيم. أهلا باسم. صباح الخير. أهلا. بعرفك على باسم حفيده لابو عمر، اجا من السفر تيزور جده. اهلا باسم. بدي منك تحاول بس شوي تقنعه لابو عمر يعمل له شويه رياضه، لانه جدك شوي عنيد مفكر حاله ابن 20. وين كنت مسافر؟ انا الحقيقه كنت بهيوستن ومتخصص بتروكيميكال. انا تخصصت بباريس، ولما خلصت ورجعت وتعاقدت مع الدار علقت، صار ما بقى فيي اتركهم يعني. صرت كأنهم أهلي، صاروا كأنهم أمي وبي وخالتي، لهيك إذا بطل عليهم كل يوم بيعرفوني. كل إذا بتشرفوا حضرتك. ما تنسى أبو عمر والرياضة الله يحفظك. أكيد. دار كبير، واسع ونظيف، مستشفى بقلب الدار، حكمة متخصصين دارسين ومتعاقدين مع الدار، معدات حديثة ومتطورة. تفضل من هون. كمان عنا أقسام. طيب شو منيح هيدا كله، بس ليش بعدني مش مرتاح؟ ليش بعدني حاسس انه نحن تخلينا عن جدي وخناه وتركناه بمحل ما بيستاهله؟ وين هالرجال اللي كله عنفوان وكرامة؟ كيف عم يقبل؟ اكيد غصب عنه. طريقة اللائقة. نحن هلا تقريبا وصلنا على غرفة عمو عمر. ما فينا فيني فوت لعنده لوحدي؟ حابب اعمل وياه مفاجأة. تكرم عينك مثل ما بتريد، تفضل. تمام. خلصت شعرك؟ ايوه. تمرينين. شو مين جاي لعندك اليوم؟ ضبط حالك وضبط وضعك على قدامك. الحمد لله. هلا وينك؟ كيف يا وليك؟ حميك. يا مخصوعي. مخصوعي. ضبطهم من ورا. شو يا شوفان على الراي؟ ايوه تمام. عريف. عريف. باسم؟ جدو. حبيبي باسم. حبيبي يلا خبرني. حبيت اعمل لك اياها مفاجأة. هلا. كيف صحتك منيح؟ حبيب قلبي، طمني انت كيف صحتك؟ لا الحمد لله. نمر. ماشي بيها. طب وولدك، ولدك كيف؟ الحمد لله، بطل على الرياضة، تمام. علي بوصل حيك. هلا. مرحبا عمو ابو عمر. صبيحك. كيفك عمو ابو عمر؟ والله الحمد لله. بتعرف شو؟ الله يعطيك العافية. استنى لك الوسيلات مثل ما بتحب. البضاعة القفا وبين لك يوم مثل ما بتحب. يسلموا ايديك. يا هلا. اوف اوف يا فياض، غسيلاتك كلهم بياض. جدو، فينا نروح نعمل برنامج؟ مشوار يلا. يعطيكم العافية. بالإذن. عم يحكي وكله حماس، كأنه شي إنجاز هو عامله أو اكتشاف ما حدا سبقه عليه.
اللي زمان ما شايفه هيك محمس عشي. آخر ما بذكره بعد ما توفت التيتا الله يرحمها كان هو على البلكون بالقلوسة بلا حلاقة بيتفرج على الناس وما بيشوفهم، ساكت ما برد على حدا، وحيد. هلا بدنا نروح على نفوت على الأوضة. ها ايوه قاعة العلاج الفيزيائي. ايوه السلام عليكم، هذه قاعة العلاج الفيزيائي. ايوه بيعملوا رياضة هون. هناك خي علي، اهلا وسهلا فيك. كيف صحتك؟ منيح الحمد لله. نحن ما بنهمتك يا خي علي. ايه ما بنهمتك. بدي هنبه أيوة. ومرجينا مرازلك شوف ايش حتطلع منها. يعني هلا جاي لعندك خلينا نشوفك. ايه ان شاء الله. يعني شايفك نعسين ابدا مثل الحديد، مكتوب على ورق الخيار. بيهتموا فيه، اللي بيسهر الليل بيحمموه، بينام النهار، بيغسلوا له ثيابه، بيرتبون مثل ما هو بحب، حتى قدروا يصلحوا له ترانزستور القديم تاعه. والذهب وفي فم ما بيتسمع عليه الا عبد الوهاب وام كلثوم ونهواند. بالمطبخ بيعملوا له اكل على ذوقه، الاشياء اللي بيسوى بياكلها واللي ما بيحبها ما بيعطوا اياها. كمان بيراقبوا له نفسيته، في محل يقرا يتفرج على التيفي، وبيخلوه يعمل اشياء لحاله تيضل نشيط ذهنيا، اشياء بسيطه. بيحلق، بيعلق صوره على الحيط، بيكتب مقاله على مجله الحيط، بيعمل فنجان قهوه على ذوقه، هيل خفيف مع قشوه على الوجه. ولما بيجي لعند واحد منهم زاير بيتجمعوا كلهم سوا وبيصيروا فرد عائلة. هون العلاج الانشغالي، قاعدة الانشغالي. حلو. ايوه كلهم بيجوا يشغلوا فكرهم يشتغلوا. هي لطيفة. مين؟ لطيفة. مين يعني؟ لطيفة. بتطلع فيه. يا جدًا طبعًا حركة. ليك جدًا؟ وين بتعرفها لطيفة؟ ليك والله بتطلع فيه. لطيفة خفيفة. كيف صحتك؟ الله بخير. كيفك؟ تمام. الله يرحمك. الله. كيفك ابو عمر؟ الحمد لله. الحمد. حضرتك على بس ابن عمور. يا اهلا بالخير. كيف حالك؟ جميل الوعي. الحمد لله. كيف طلع الايه؟ يلا. عنده اصحاب بيهتم فيهم وبيهتموا فيه. بيعرف قصصهم كلها. كم ولد وكم حفيد وأي سهر منيح ومين بيصوم ومين ما بيصوم. بينشغل باله عليهم لما يتعوق يجي على الصبحية أو بيتضايقوا بشباط وأزار. بيزورهم، بيسأل عنهم، وهن بيقدروا له هالشي وبيوقفوا حد وقت الزوم. دوق دوق قول لي شو عم تشرب. يلا يلا سوس؟ سوس؟ وين بعدك بتجيب هالسوس يا جدي؟ ولو بيروز ما بجيب لك سوس. يعني عند ابو سعيد السواس. والله؟ ابو سعيد السواس كان يجي لعنا على السوق. اشرب شوي. ايه كان يجي لعنا على السوق. وين هذا اي سوق؟ على سوق الخضرة. صحتين. ايوه كان يجي على الاسواق كلها وبيع سوس، يعني كبير سوس بخمس قروش. بس الله هذيك الايام بالرخص. ايه بخمس قروش كان قاسم. طيب شو ناقصك تخبرني على الخاطي؟ والله يا جدي نسيت، خطبت وجاي اخذ بركاتك. جاي تاخذ بركاتي؟ من بعد ما خطبت؟ ان شاء الله تكون بنت عائله. بتعرف شو جدي؟ ايه خليني اعرفك على ما شاء الله. هاي يا ابو عمر، انا امال، انا كثير 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 مبسوطه اتعرف عليك، بس مرحب لي صور تيجي عنك، ولما اجي على لبنان بدي اشوفك مبسوط ان شاء الله ورجعت على البيت ونحتفل بكلمتك.
نعم. بنتي كويسة وشقرة كمان مثل ستك الله يرحمها. بس ضعيفة كثير يا جدي. كاسم؟ اصبر هي على البيت، وصل الشنطة. جدي أنا جبت الشنطة معي. البركي بقى رح ترجع معي على البيت. أنا بدي إياك معزز ومكرم ومحترم. ليش أبوك ما بده إياني معزز ومحترم ومكرم؟ عفوا جدي ما هيك قصدي، ما انتبهت. على كل حال الشنطة هون، وقتها بدك برجع وباخذك. تذكر يا باسم شو كنت قلت؟ من برا الخام ومن جوا الخام. هلا بالدار من برا الخام ومن جوا كمان. كاسم يلا صار العصر، شو لاخذك على الجنينة؟ على راسك. يلا يلا بدك عارف. مثل السحر رجع أبو عمر شيخ الشباب، نمر بس بيصعد، أهم شيء إنه مرتاح مع حاله، كرامته مصانة، معنوياته عالية ومبسوط. خي الحمد لله. انت بخير؟ عبيل 100 سنة. الله يخليك. تريدوا مني شيء؟ ماشي، حبايب عليك. خذ الشنطة واعطيها لحنا. أنا مش عاوزها، أنا باي هون. على خير.